الحوار مع نواف شكر الله حكم اللقاء البحريني، وكرة في منطقة خطرة جدا للمنتخب الأوزبكي الخطير في هذه الكرات، وبالتحديد اللاعب أحمدوف عنده 5 أهداف. أحمدوف لبنان في تصفيات كأس عالم 2010 جاب هدف في البحرين، جاب هدف في مرمى المنتخب القطري، لكن تترك إلى اللاعب شاتسكيخ. 32 هدف دولي شاتسكيخ. شاتسكيخ لاعب رقم 16 هو اللي بيلعب هذه الكرات، اعتقد بقى شاتسكيخ ام احمدوف واقف في اللاعب جيباروف. طلب من حكم اللقاء ال10 ياردات. كره خطره جدا للمنتخب الاوزبكي في هذا التوقيت مع اقترابنا من نهايه الشوط الاول من لقاء التعادل السلبي، ومنتخب الكويت ما زال يطمح في الفوز، وان كان التعادل سيد الموقف هنا امامنا. الكره ملعوبه على طول من اللاعب الخطير شاتسكيخ. شاتسكيخ كرة ملعوبة وأمامنا الهدف اللي بيسجل في هذه اللحظات، هدف أول لصالح المنتخب الأوزبكي عشان يتقدم في شرخ كان في الحائط البشري. شاتسكيخ أمامنا هو لاعب أرسنال الأوكراني يسجل أول أهداف هذه المباراة من هذه الكرة الثابتة. ماكسيم شاتسكيخ كرات الثابتة اللي بيبحثوا عنها، وخطأ من حسين فاضل مع جنرخ. وادي أمامنا هنا، شوف أمامنا الإشارة من اللاعب جيباروف في الكرة تتلعب بالاثنين، تتسدد الكرة ترتطم في اللاعب أمامنا هو اللاعب حيدروف، لكن هو هدف.